إلى ذلك رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف باتفاق تثبيت الهدنة في اليمن بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وثمن الحجرف جهود مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في تعزيز الالتزام بالهدنة السارية منذ تجديدها لشهرين إضافيين مطلع يونيو الماضي، مؤكدا أن تثبيت الهدنة يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية.